في هذه الدقائق الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج. دكتور عمرو أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم. أهلا أهلا فيكم وسعيد بالتواجد معكم. دكتور أبدأ الحديث معك عن آلية عمل بطاقة المشاعر الذكية التي أعدت لتسهيل أداء مناسك الحج، ماذا عنها؟ طيب طبعا بطاقة الشعائر الذكية هي بطاقة وهوية رقمية لضيف الرحمن وللعاملين. البطاقة هذه تشمل معلومات التعريف الخاصة بالحاج وملف الصحي، وكذلك تشمل كافة جداول الرحلة وتذاكر الخدمات المرتبطة بها. بالتالي الآن هذا حيضمن لنا عملية مقننة لتحركات الحجاج، وفي نفس الوقت عملية تشهد متابعة وانضباط عالي في إدارة تدفقات الحشود. فالبطاقة بتقدم أداة مهمة جدا في عملية إدارة الحشود والحج في هذا العام، وكذلك تقدم خدمات تساعد في رفع مستوى الجودة وإثراء تجربة ضيف الرحمن. فمن خلال ارتباط البطاقة بتطبيق شعائر يمكن للحاج استخدام البطاقة كتذكرة رقمية، يمكن استخدامها كمحفظة رقمية كذلك للدفع للمدفوعات إذا كان من حجاج الخارج. يمكن استخدام البطاقة في عمليات والتطبيق المرتبط بها في عمليات تقديم الخدمة في مكان تواجد الحاج وحسب برنامجه. فالبطاقة لها عدد من الاستخدامات ولها عدد من المزايا الإرشادية والتوعوية. جميل. اللي نأمل إن شاء الله أنها تساعد في صناعة رحلة استثنائية للحجاج هذا العام. نعم، ذكرت دكتور عمرو أنه يمكن للحاج استخدامها كمحفظة رقمية، وحددت فقط حجاج الخارج. اولا كيف يمكن للحاج ان يستخدمها كمحفظه رقميه؟ ثانيا لماذا لا يستطيع مثلا حجاج الداخل الاستفاده منها كذلك كمحفظه رقميه؟ يمكن لحجاج الداخل الاستفاده منها بالتاكيد، لكن هذا العام بما انه قرار الحاج كان محدد بالاعداد من داخل المملكه. نعم. المحفظه الرقميه المرتبطه بالبطاقه تعمل على شبكه مدى، وبالتالي جميل. لكون حجاج هذا العام متواجدين من داخل المملكه فجميعهم يملكون حسابات بنكية مرتبطة بشبكة مدى، فلو عن ما انعدمت الفائدة فيها، لكن حجاج الخارج عندما يأتون من خارج المملكة فإنهم يقدمون ولا يملكون سوى استخدام بطاقات الفيزا والماستر كارد على سبيل المثال، أو حملة مبالغ نقدية. نعم. فمن هدف تقليل حملة مبالغ النقدية، من هدف استخدام وسائل الدفع الرقمية لتقليل مشاكل تغيير العملة ونسبة الصرف وخلافه، فإن المحفظة الرقمية ستكون أداة هامة في تسهيل تجربة ضيف الرحمن. لكن هذه المشكلة في الحقيقة الذي الأشخاص اللي يواجهونهم القادمون من الخارج في الأساس وليس من داخل المملكة. صحيح. لامتلاكهم بطاقات تعمل على شبكة مدى في المملكة. جميل دكتور عمرو، ولكن بما أنه الحديث عن المحفظة الرقمية، كيف يستطيع الحاج تغذية هذه المحفظة؟ المحفظة الرقمية ترتبط كأنها حساب بنكي مرتبط باسم الحاج وملف التعريف الخاص به. نعم. فبالتالي هذه المحفظة الرقمية يمكن تغذيتها من خلال الحسابات البنكية للحاج من الخارج، ويمكن كذلك تحويل المبالغ مباشرة من خلال البطاقات الماستر كارد والفيزا. المحفظة ستمتلك المبالغ هذه المحولة من الحاج في داخلها كرصيد، يمكن استخدامه من منافذ البيع ومن شبكات كل الخدمات التي تعمل على شبكة الدفع الإلكترونية مدى، وفي نفس الوقت عند انقضاء رحلة الحاج يمكنه استعادة المبالغ منها بتحويلها مباشرة إلى حسابه الرئيسي. فهي عملية خدمة تسهيل لعملية المدفوعات وإدارة المدفوعات في الحج. جميل، هذا يجعلنا نتحدث دكتور عمر عن الذكاء الاصطناعي وإلى أي مدى يخدم الحاج اليوم. الذكاء الاصطناعي وعمليات تحليل البيانات الضخمة جزء أساسي ومهم من المنظومة الرقمية التي وضعتها وسخرتها وزارة الحج والعمرة لإدارة الحشود وإدارة موسم حج ناجح بإذن الله. فكافة البيانات المرتبطة بالبطاقة الذكية من الكاميرات، شبكة الكاميرات عالية الذكاء الموزعة في المشاعر التي تقوم بإحصاء الحشود وعملية إدارة متابعة الحركة والتدفقات والازدحام، كلها مرتبطة بنظام واحد ضخم يجمع هذه البيانات واستبيانات ورضا الحجاج والمعلومات التي تم جمعها من خلال الفرق الميدانية ليقوم بتحليله، وبناء عليه يطلع بقراءات ومؤشرات تساعد متخذ القرار في الوصول إلى قرار مبني على بيانات. قرار ذكي، قرار فيه ديناميكية عالية للمعالجة أي أخطاء تصل والتقبل التغييرات. هذا ما نسعى إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي. جميل. وهذه هي الأدوات الآن من بطاقة ذكية وكاميرات وأجهزة خدمة ذاتية، جميعها مدخلات لهذا النظام الذي يقوم بتحليلها ويعكسها على
مركز المراقبة والتحكم الذي تملكه الوزارة. نعم، جهود جبارة تشكرون عليها للأمانة. لكن خلينا نتحدث يعني قليلا عن طريقة تفويج الحجاج بين المشاعر في هذا العام. طبعا هذا العام موسم استثنائي، الاستثنائي صحيح. فيه ليس فقط الجائحة، وإنما الاستثنائي آلية العمل ونماذج التنظيم، فكافة الرحلة مجدولة، هي رحلة مجدولة تضمن عدم تكدس الحجاج في أي جزء من أجزاء الرحلة، وكذلك عدم تأخيرهم في عمليات تقديم الخدمة. بالتالي تم تقسيم كافة المناطق في المشاعر المقدسة إلى 4 زونات أو 4 مناطق مختلفة مرمزة بالألوان الأخضر الأحمر الأصفر الأزرق، وتم إعادة توزيع هذه المناطق زمنيا ليكون الحاج موزع زمنيا ومكانيا، وتم استخدام نمط النقل بالحافلات كالعصب أو الشريان الرئيسي الذي يربط ما بين النطاقات الزمانية والمكانية هذه بين المشاعر. فبالتالي تم تفويج الحجاج باستخدام الحافلات من لحظة وصولهم إلى منافذ مكة المكرمة ومراكز التجمع حتى إن شاء الله مغادرتهم بعمليات حركة وتفويج مجدولة بالزمان والمكان وحسب رقم ومقعد الحافلة حتى للحاج الواحد. جميل جميل جدا دكتور عمر. دكتور عمر، اليوم هو يوم عرفة وهو ركن الحج الأعظم، كيف يمكن أن تصف لنا اليوم وضع حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم تحديدا؟ طبعا يعني اليوم عرفة ومشاعر الحجاج فيه يعني شيء يفوق الوصف صراحة، فكما ترون في الخلف جبل الرحمة والحجاج بدأوا للتوافد إليه. الأجواء بشكل عام رغم حرارة الصيف إلا أنه الأجواء ممتازة اليوم، والجو يعني جدا رائع وتفوق فيه الروحانية والطمأنينة بين الحجاج، لذلك الحمد لله نجد الارتياح الكبير بين الحجاج، الهدوء في كامل المشاعر، الرضا التام عن تواجدهم في هذا النسك واستشعار اختيار الله لهم. فنحن الآن في موقف اختير له هذا العام 60,000 شخص، 60,000 شخص من أصل 1,600,000,000 مسلم، لذلك الحجاج المتواجدين الآن في المشاعر يستشعروا عظمة هذا الشيء، ونجده في وجوههم الآن في كل رحلة، في كل نقطة من نقاط الرحلة، أنهم مختارون من الله ليكونوا هنا. وفي يوم عرفة اليوم الأعظم في رحلة الحج هذه نجد ملامح السعادة والرضا والطمأنينة وتوجه بأضراء الدعاء إلى الله. نعم، ماذا عن الآليات الجديدة اليوم في الوزارة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام؟ طبعا احنا الآن نعمل على نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمة، فبدأنا الآن بنماذج ومعايير توصيف الخدمات كما ونوعا، بحيث أنه الآن أي خدمة تقدم لضيف الرحمن في جميع مناطق في جميع نقاط الرحلة يتم توصيفها كما ونوعا بما يضمن الارتقاء بالخدمة، وكذلك إعادة هيكلة المنظومة، منظومة تقديم الخدمة، بحيث يكون التخصص هو العامل هو السمة الأبرز في تقديم الخدمات. لذلك الآن نجد أن جولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة والجهات الإشرافية والتي تعتمد كذلك على تقنية المعلومات والبيانات الذكية من حيث الشكاوي ورضا الحجاج من خلال التطبيق شعائر الذكية أو من خلال المراقبين الميدانيين الممنهج عملهم باستخدام التقنية ومواعيد الزيارة، أنه الآن لدينا معايير أعلى بناء عليه، لدينا توصيف أشد، ومخالف هذه الإجراءات يتم اتخاذ اللازم. الفرق الرقابية هذا الموسم قامت بجولات مكثفة بناء على الاتصالات الواردة لمراكز الشكاوي والبلاغات، وبالفعل أي مقدم خدمة يتم إيجاد قصور في تقديم الخدمة عن المعايير والتوصيف الكمي والنوعي المحدد لهذه الخدمة يتم محاسبته وإحالته لجهات النظر، وفي نفس الوقت يتم تعديل ومعالجة الخطأ على حساب المقصر، ليكون الأصل والمبدأ العام الذي نعمل عليه أن الخدمة تقدم بشكلها الكامل بما يليق بسمعة المملكة وبما يليق بضيف الرحمن، وأي تقصير لن يتم التهاون معه. جميل جدا. وفق هذه الخدمات التي تقدمونها دكتور عمر، يعني ماذا عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل جائحة كورونا؟ بكل تأكيد يعني جائحة كورونا هو المتغير الأكبر في موسم حج هذا العام. بسبب جائحة كورونا اضطرينا نعيد النمط في التفكير والتخطيط في الحج ونموذج الحج بشكل عام، لكن بشكل أساسي العامل الأبرز في بسبب جائحة كورونا هو تقسيم الخطة إلى وبناءها على 3 محاور أو 3 أعمدة رئيسية. المحور الأول هو محور البروتوكولات الصحية والتي تضمن التباعد بين الحجاج، آلية ترشيح واختيار الحجاج، آلية وأنماط الحركة، مستوى التدفق الحشود والتكدس الذي يمكن تحمله دون أي إصابة بالجائحة. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو المحور التنظيمي، كيفية إدارة الحشود بشكل آمن دون حدوث أي
مشكلة لا قدر الله تتسبب في انتشار الجائحة. لذلك تم إعادة الجدول والتفويز في كامل الرحلة، تم تقسيم المشاعر كاملة إلى 4 نطاقات لكي نضمن أن حركة الحاج والمجموعة الواحدة مجدولة بطريقة أنه لا قدر الله لا قدر الله في النسبة الضئيلة جدا في حال حدوث مشكلة أنه مجموعة الحركة هذه محددة ويمكن معرفة من خالط وأين خالط وكيفية التعامل بشكل سريع مع هذا الموضوع. هذا الجانب التنظيمي. الجانب الثالث هو الجانب الأمني لضمان بإذن الله أمن وسلامة الحجاج من كافة المخاطر العامة والمخاطر الخاصة متعلقة بالكورونا من خلال الطوق الأمني الذي يمنع دخول المتسللين الذين قد يكونوا لا قدر الله من الأشخاص المصابين أو المخالطين، وبالتالي يضر بهيكل كامل كافة المنظومة التي تعمل إن شاء الله بكفاءة عالية. نعم دكتور، في جانب آخر يعني كيف وجدت مثلا تفاعل الناس مع هذه تفاعل الحجاج تحديدا طبعا مع هذه الإجراءات الاحترازية التي هي في المقام الأول من أجل سلامتهم؟ طبعا إحنا الآن كل هذه الإجراءات يعني ما كان قبل كورونا ليس كما بعده. صحيح. الآن كل هذه الإجراءات تغير شكل ونمط الرحلة. بالتأكيد البعض كان لديه توقعات مختلفة في كيفية تلقي الخدمة، لكن بسبب كورونا الآن تغير نموذج العمل، لكن هذا التغير إن شاء الله أنه للأفضل. فالآن من مر بتجربة العمرة في ظل وجود الجائحة يدرك تماماً أنه آليات التنظيمية في خلال من عملية تحديد الطاقة التشغيلية وتحديد المواعيد أصبحت جزء أساسي الآن من رحلة عمها الطمأنينة. فالآن الشخص بشكل أفضل يؤدي العمرة والمناسك، الشخص بشكل أفضل الآن يذهب إلى الحرم دون شعوره بالقلق من أي جزء من عملية التقصير أو التكدس وخلافه. الآن في الحج كذلك هذه البروتوكولات والآليات ستكون لبنة الأساس بإذن الله للتحول في نعم دكتور؟